ايه الاخبار يا حلو؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو النهارده من قناه منبه. زي ما انتم شايفين في تنانين على الثوم نيل، وفي تنين في عنوان اكيد في مكان ما معرفش. لعبه النهارده اسمها ذا هاندلر اوف دراجونز، يعني مروض التنانين. ماشي، لعبه كده جات لي من المطور وقال لي جربها ممكن تعجبك. بعدين بصيت عليها لقيتها جرافيكس مش وحشه، يعني جرافيكس كويسه، فقلت اكيد غاليه، اكيد 20 دولار وفوق. لقيتها ب 12 دولار، فقلت لا دي محتاجه تتجرب بقى على بيست منبه بس. فخلونا نجربها وخلونا نعمل نيو جيم ويندوز اوكي. بص، هو انا المفروض بلعب بالكنترولر، بس الكنترولر مش شغال تقريبا، فما اعرفش. هنفهم دلوقتي. In ancient times. ايه ده، لا اصبر عليه قوي، استنى. Full of mythical creatures. اوكي، بيقولوا في الايام القديمه، ايام المخلوقات السحريه، كان في جماعه بتحافظ على السلام في العالم اسمهم مروضين التنانين. اوكي، في تنين ازرق وفي تنين احمر، فاعتقد ده في ايس وفاير. ولكن يوما ما اختفوا. والساد العبث والشر في العالم. مين دول؟ قصتنا بتبدأ مع راجل عايش بأمان مع مراته وابنه، أو بسلام، ومش عارف قوته. أنا مش عارف قوتي؟ أنا الراجل صح؟ جيمز أوكي ماشي. إيه ده؟ أوكي، اللعبة جرافيكس مش بطالة فعلا، يعني أنا كان عندي حق. بلعب بالكنترولر، بس المشكلة الكنترولز مش باينة كنترولر، فأنا أعمل إيه بقى يعني؟ سيف. أيوة كده، أوكي. هل كده هيبان الكنترولر؟ لحظة، هعملها تاني كده. هو أنا مش فاهم ليه الدنيا عاملة كده؟ بس المفروض إن هو بيسيف يعني. استنى، والله ما عارف يا جماعه ليه الكنترولز مش باينه، بس هنحاول نتعلم. اوكي، ازاي اكلمك؟ ايه؟ اوكي، كان يو لوك فور اور بوي. بتقول لي جورج ممكن تدور على ابننا؟ فقول لها ابننا كبير ويعرف يتصرف لوحده. اوه، بيتكلم. اوكي، انت عندك حق، بس لازم ممكن تتاكد ان هو كويس. اوكي، يعني هي ام قلقانه. انت ام ازاي؟ انت اصغر مني تقريبا. ام قلقانه على ابنها. اوكي، في اكس هنا اخذناه. ماشي، ايه ده؟ لا مش كده حوار والله. اتمنى يكون حوار يعني. هو انا مش هلعبها كتير طبعا. ازاي اخد الاكس؟ اوكي، مره واحده ادوس الاكس معايا هنا. شكلي هلعب بالماوس ولا ايه؟ بص، انا هحاول العب ميكس ما بين ماوس وكيبورد وما بين اسمه ايه ده. هضرب ازاي؟ ابني اهو. لا مش كده. هضرب ازاي؟ اوكي، موتنا الذئب. كان في واحد تاني صح؟ في واحد تاني هو متخلف اهو. انت يا ابني، ولا انت كلب ولف ولا ايه؟ اهو انا لازم انزل لكم الكاميرا لتحت شويه عشان تشوفوا الهيلث بتاعي. استنوا كده اهو عشان نشوف بس الهيلث بتاعي وبتاع. ماشي، تعالوا ننقذ بقى ابننا اللي هو ما عرفش. هو احنا بيتنا اهو يعني، ما عرفش، ما خدناش بالنا ازاي ان هو بيموت. ولا ننقذه ازاي ده؟ ولا Dad, you found me. Thank you. That was close. ايه الصوت ده؟ ممكن اقول له يا دي غبي، بيقول لي بابا انت لقيتني. كنت أرى... لا، هقول له انت في امان دلوقتي وده المهم. You're safe. That's all that matters now. اوكي، الصوت بتاع الراجل الرئيسي حلو، صوت الولد الصغير قذر الصراحه. تعالى يا ابني، هقول له ايه بقى دلوقتي؟ Take your boy back to his mother. اوكي، Dad, thank you and sorry for getting into trouble. هو بيتكلم يعني كأنه بوت، انا مش عارف الصراحة ازاي اشيل السيف بس كده. اوكي ماشي، اوكي مش فاهم، مش سيف عكس. طب ما نكلم الام يا طنط. بتقول ايه اللي حصل؟ هقول لها كان عندك حق، كان وراه، انا لقيته وراه حواليه ذئاب. ماشي، كانوا متضايقين بطريقة غريبة. يا ترى ليه؟ عامة هو كويس دلوقتي. ذئاب يعني هيكونوا متضايقين ليه؟ بتقولي اقعدوا مع بعض. اوكي، انا بصراحة شايف ان اللعبة زي دي مش محتاجة فويس اكتنج. It does not need voice acting خالص الصراحة. عدم وجود فويس اكتنج احسن بكتير من ان يكون في فويس اكتنج سيء، والفويس اكتنج الصراحة سيء الصراحة. ماشي، عامة هي قالت لي روح اقعد اقضي شوية وقت مع ابنك، فخلينا نشوف هيحصل ايه. Alright. Let's get to work. احنا رحنا نخيم جنب البيت، ما اعرفش ايه ده. الماوس ده مضايقني، هو ما بيعملش حاجه الواد اصلا والله العظيم. وبعد مرور بعض الوقت احنا ما عملناش حاجه. ايه ده؟
بقول له انا بحبك يا ابني. فبيقول لي انا عارف انت بتحبني. ايه ده، ايه الجو ده؟ ما تقول لي انا كمان بحبك، ايه القرف ده؟ انت هتواجه مواقف كتيره في حياتك، لو مش عارف تعمل ايه حاول تفضل يا شخص كويس. انا فخور بيك جدا، انت معاك كل اللي انت محتاجه. شكرا يا بابا، اسف ان انا ببوظك اللحظه، ولكن ايه ده؟ اوكي، الصوت معمول بذكاء اصطناعي على فكره. الذكاء معمول الصوت قصدي معمول بذكاء اصطناعي. انا عجبني قوي ان الواد شاور لي عليه وقال لي بابا انا اسف بس في دبدوب جاي علينا. فدبدوب جه، هنلعب اللعبه حلوه عشان نجربها. بابا شكرا واسف ان انت دخلت في مشاكل برضو. هو الواد ما عندوش غير اعتذار. اوكي احنا ممكن نصد، مكنتش اعرف كده، بنضرب وكده بنصد. اوكي طب فين التنانين بقى؟ عايزين تنين. فين الوالده؟ في ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ انا اللي بتحرك كده على فكره. ايه ده؟ انا اللي بتحرك على فكره، انا كنت بتحرك في في ايه؟ مين ده؟ بيقول لي انا محتاج مساعدتك. انا في حد بيطاردني، ممكن استخبى هنا شويه؟ ماشي، هقول له انا مش عارف انا عندي عيله. بيقول لي تمام انا لو كده همشي. بيقول وبعد ثواني صغيره او قليله. ايه اللي بعد ثواني قليله؟ ايه اللي حصل؟ هيحاربني ولا ايه؟ زعل؟ ايه ده؟ بيقول لي يا الهي تنين حقيقي، اكيد الحيوانات حاسه بوجوده. ايه ده؟ Sorry to put you in danger. Let's see if this will work. هذا في ايه؟ Ouch. I underestimated you. To think you were. الفويس اكتنج كرنج قوي الصراحه. التنين اهو يا جماعه، عشان بس مش باين مني، شايفينه؟ See if she has any dragon scale with her. Do it. There's no time. هو انا مش عارف مين فيهم الطيب ومين الشرير والله العظيم. هو مش الطيبين هم اللي ماسكين التنانين؟ هي معاها ايه طيب؟ طب لحظه كده، معلش لحظه. الله، دايلوج فوليوم. استنوا، فوليوم عالي، خليه زي ما كان. دايلوج فوليوم صفر، سيف. مش هنضطر نسمعهم بيتكلموا يا جماعه، خلاص خلاص. اوكي نشوف بقى هنا، معاها هيلث ومعاها. طب ايه الحاجات دي؟ هناخدها ازاي دي؟ ماشي، ممكن اكلمها. بتقولي استنى بس لما اطلع من هنا حره. طب وانت ايه نظامك يا تنين؟ تنين ممكن نصور صوره؟ ممكن نصور صوره؟ شكرا يا تنين. ايه يا اسطى؟ اه انا مستنيهم يتكلموا. التنين بيتكلم، بيقول حراشيفي. فالراجل بيقول انت فاهم التنانين؟ بيقولوا ايه؟ يا الهي انا عارف انت مش فاهم حاجه، بس قرر هتعمل ايه بالسكيل دي. انت ممكن تديها للتنين عشان تحرره او تحتفظ بيها وتفضل وتكون قوي. هديها له، هديها للتنين الصراحه. بيقول لي انت شخص نبيل جدا. اوكي انت تدفع ثمن ده. اوكي انا فهمت، يعني دلوقتي الناس دي، الست دي كانت شريره وبتسيطر على التنين عشان كان معاها جزء من التنين، تمام؟ و واسمه ايه ده؟ و فكان مسيطر على التنين يعني بشكل عام، تمام؟ وبعد كده انا خدت الحاجه اللي كانت معاها، اللي كانت مسيطره بيها على التنين. ف هم اكتشفوا ان انا بفهم كلام التنين، يعني التنين بيتكلم انا بفهم كلامه. فقالوا لي انت ازاي فاهم كلام التنين وبتاع؟ المهم قالوا لي مش مشكله، دلوقتي انت لازم تقرر هتعمل ايه بالحراشيف بتاعت التنين. هل هتديها له ولا هتحتفظ بيها؟ لو احتفظت بيها هسيطر عليه، لو اديتها له ابقى طيب. فانا اديتها له الصراحه بس. فدلوقتي بيقولوا لي اهرب من هنا. ففين الاوبجيكتيف الجاي؟ اه الاوبجيكتيف الجاي هناك. اوكي انا هنهرب من هنا ونشوف هيحصل ايه. بصوا اللعبه ب $12 وشكلها معمول عشان تبقى عالم مفتوح وكده، وبصراحه كشكل شكلها حلو. الفويس اكتنج كان فصيل شويه بس وانس ان احنا قفلناه بقى حلو قشطه. فدي عيلتي، فخلينا نمشي كده ونخش جوه المكان ده. يوه هي بس فيها شويه جريتشات. تكمل رحلتك؟ اه كملها. يوه لازم بالماوس. ماشي، الكنترولر انتجريشن بايظ شويه برضو، يعني الكنترولر مش شغال كويس قوي، فدي حاجه تزعل برضو. هو انا ليه ما كنتش لابس حاجه لوهله كده؟ ايه المكان ده بقى؟
والله كنا قاعدين في حالنا والواد هو السبب في ده كله. ايه النمله دي؟ لا وفي وحوش غريبه وبتاع. لعبه ار بي جي لذيذه. هي لعبه ار بي جي لذيذه. هي فعلا لعبه ار بي جي لذيذه. ما علينا، المفروض دلوقتي ايه؟ ندور على طريق نطلع بيه من هنا. هل ينفع اطلع كده؟ لو كده يبقى فيها استكشاف، ولو فيها استكشاف هتبسط. طبعا انا مش هلعبها تاني ابدا. فمين مفيش اي، لا ما ينفعش اطلع من هنا. مفيش اي سبب يخليني العبها تاني يعني. بس حبيت اجربها. لقيت المطور، هو مطور فخور بنفسه جدا، وهو ليه حق يعني. هو اي حد بيعمل لعبه بالاحجام دي يبقى ليه حق ان هو يتبسط بيها الصراحه. خصوصا لو مطور مبتدئ يعني، انا بحترم ده جدا. ماشي، كنا هنموت على فكره من العنكبوت. في حاجه هنا ولا هنا ممكن ناخدها؟ شنطه مثلا، ما ينفعش اكسر ده. في شنطه هنا ولا هنا ناخدها؟ ويلا فكره القناه هنا ان انا اجرب برضو اللعب المختلف الغريبه العجيبه. خلينا نجرب لعبه مع بعض من اللعب الغريبه العجيبه دي. بس هو انا ممكن اطلع من هنا؟ لا انا عندي فضول استكشف، ومفيش حاجه تستكشف. ممكن بعدين بقى. ماشي نكمل كده بالطريق بتاعنا. عاوز مش ده رجيم. ها عاوز مش ده رجيم. ماشي ولنستمر. اوه تنين ازرق. باتشا باتشا باتشا. هاي ايه ده؟ اه المفروض اكلمها. اوكي افتكرت في حاجه عليها. ماشي بتقول لي ايه ده؟ انت فهمنا دي حاجه جديده جدا. انا مزنوق في المكان ده لغايه ما حد يرجع السكيل بتاعتي. فبيقول لها ايه حكايه السكيلز دي؟ فبتقول له دي مصدر الطاقه بتاعتنا. كل ما تكون اقرب مننا كل ما بنكون اقوى. لما توقفت هنا انا اوريكم شكلها. لما وقفت هنا اوكي بتقول ان في ترول، مش ترول اللي هو واحد بيترول، لا يعني ترول اللي هو الوحش اللي بيكون من نوع الاوجرز والحاجات دي والترولز وكده. ف بتقول لي هو سرقها، فانا هساعدها. انا هساعدها. ماشي؟ بتقول لي هديك حاجه تساعدك ان انت تساعدني. امسك دي، وادتني تعويذه السحر التلج. ماشي. بقول لها انا مش ساحر. بتقول لي انت ما تعرفش عن نفسك حاجه، بس انت بتعرف تتكلم معايا، وده معناه ان انت معاك القدرات اللي تخليك تستخدم السحر ده. دور جوه نفسك. ماشي. من الاخر قصة اللعبة جامدة جدا على فكرة، والله العظيم. وده يثبت لك ان مش لازم تكون اللعبة يعني، مش عارف يعني، انا مدي اللعبة فرصتها لان عجبتني القصة دلوقتي. قصة اللعبة، استنى هتصور مع دي، شكلها احلى من التاني. قصة اللعبة انه التنانين دي ليها حراشيف، ماشي؟ زي السمك، ماشي؟ فالسكيل بتاعتهم دي لو بعيد يعني، في سكيل معينة هي اللي بتديهم القوة بتاعتهم. لو اتسرقت منهم كل ما بتبعد عنهم اكتر، تبعدها، كل ما تبعد عنهم اكتر كل ما بيكونوا اضعف. فده بيقول لي دلوقتي ان في ترول سرق السكيل بتاعته، او دي ما اعرفش ده ولد ولا بنت، سرق السكيل بتاعته و اسمه ايه ده؟ وده معناه ان هو ما يقدرش يطير من هنا دلوقتي لان ما عندوش القوه الجسديه اللي تسمح له يطير من هنا. فبيقول لي في ترول هو اللي سرق من السكيل بتاعتي، فممكن تلاقيه عشان انت لو لقيته تقدر تساعدني. بس فدي دي الخلاصه يعني. فانا دلوقتي المفروض معايا سحر جديد. ازاي بقى امسك السحر؟ ازاي اعمل السحر؟ ازاي اعمل السحر؟ اوه دي خريطه. اوكي استنوا كده. سحر سحر سحر. هيلث فورمولا كويستس انفنتوري توتوريال سكيلز. اوكي سبيلز واي. فين ال فين ال هاي السكيلز اهي. سبيلز فاير سبيل زيرو بوينتس يوزد. اتمنى ان هم يطوروا اللعبه دي زياده الصراحه. اتمنى يهتموا بيها اكتر زياده عشان انا ايه، في حاجات مش فاهمها الصراحه برضه عشان ما اكدبش. طب انا عايز اهيل. في هيلث المفروض هنا. اوكي طب انا كده مسكت الهيلث في ايدي، فدلوقتي ادوس ايه؟ ايه الار بقى؟ سهم لفوق. اوكي سهم لفوق خلاني اهيل يا جماعه. ماشي طب بقى نحاول نروح ايه ده؟ اوه سيف ايس اليمنت. لحظة خدت كل حاجة، خدت حاجات جامدة. معانا دلوقتي ايس اليمنت، استخدمها ازاي دي؟ معانا سيف. طيب السيف اقوى ولا الاكس؟ الاكس بيعمل 150 ل 180 دامج، السيف بيعمل دامج اقوى. اوكي ايه بقى التورش ده؟
helps لحظة أوريكم أهو helps with darkness okay فمسكته ومعانا ice element to equip go to skills لحظة كده معلش يا جماعة النوتة مكتوب فيها ايه اوكي تعال نعمل كده ice element اوكي انا مش فاهم انا بعمل ايه الصراحة والله العظيم انا مش فاهم خلاص انا بعمل ايه unlock active spells ماشي available points 9 اهو لحظة اهو حطها فين دي انا ممكن اجرب بتاعي دي بس مش عارف احطها فين مش عارف احطها هنا طب دي هنا اوكي اوكي خدنا حاجة ماشي ice damage ice radio والله ما فاهم في ايه تاني لحظة كده والله العظيم اقسم يا جماعة اقسم بالله يا جماعة انا عملت حاجات انا مش فاهمها بس واضح ان انا عملت حاجة جامدة تقريبا تقريبا والله اعلم تقريبا اتعلمت حاجة جامدة ما اعرفش ان انا عمال اعمل سكيلات وحاجات اني افهم انا بعمل ايه انا مش فاهم بس اظن انا كده بقيت جامد فانا كده بقى لو عايز اعمل سحر بقى اعمله ازاي بقى يعني السحر بيتعمل ازاي بقى دلوقتي يعني دلوقتي ماشي اي دلوقتي بقى اعمل السحر ازاي بقى عايزين مني ايه انت عايز مني ايه يا لعبه فين السكيلات بتاعتي اهي ماشي اكتف سبيل ايه ده باظت ليه حطها هنا طب ودي حطها ينفع احط دي هنا ما ينفعش احطها في حته ماشي طيب و دي ما ينفعش احطها برده في حته طب احنا فتحنا دي صح حطها هنا حطها هنا حطها هنا ما ينفعش طب السبيلز بقى اعملها ازاي بقى Man, I really don't know, man. بس ماشي على الأقل لقينا حاجة. يعني على الأقل خدنا فكرة عن اللعبة يعني. وده الهدف بتاع القناة برضو بشكل عام. ما شكلها غريبة أوي. تحسوها لعبة من التسعينات. لا. لا لا لا. لا حرام. تحسوها لعبة من 2010. PlayStation 3. PlayStation 3 2010؟ آه يعتبر. 2010 2009 هكذا. يعني تحسوها كده فاهمين؟ في فول دامج؟ متنا. إيه ده؟ احنا موتنا بجد اللود جيم بقى يودينا فين بقى عندي مشكله مع المزيكا الـ 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 المستمره ما بتخلصش عندي مشكله مع الفويس اكتنج انه ما فيش فويس اكتنج هو اي اي تقريبا بيتكلم تقريبا يعني تكست تو سبيتش شكله عندي مشكله مع كام حاجه كده بس هل ممكن العب اللعبه دي واستمتع بيها والله انا بحب العاب الار بي جي جدا خصوصا بقى تجيب لي تنانين بقى وترولز والجو ده لا هبص الصراحه حقي تالي فأديها مثلا 7/10 تاخد مني باس اللي هو ممكن تجيبها وهي بالدولارين مثلا ولا حاجة دي لعبة تاخدها بالدولارين ولا حاجة وتبسط بيها فعلا لان بص في حاجات فيها شكلها حلو يعني ده المفروض مكان الترولز بقى خلينا نشوف الترول فين السلام عليكم انا ما خدتش السيف وانا مش عارف اضرب اوكي استنى كابتن 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 والله فين الماوس ماشي ده كان بيضربني اوكي انا كنت عايز اهيل بس انا مت انا مت طيب كفايه مش هستنى من عبايه والله معلش يعني احنا بنتكلم في اخر شهر اكتوبر اللعبه دي نازله في اخر شهر اكتوبر في القناه انا تعبت يعني انا تعبت لدرجه اني مش قادر العب لعبه زي كده عندي ميكس فيلينجز تجاهها بس هي لذيذه هو الريفيو الوحيد بيديها ايه نيجاتيف ولا بوزيتيف مش باين والله هو كان في ريفيو واحد المفروض هي نزلت هي اللي اكسس لسه بيظبطوها وحاطين فيها لغات ست لغات ما فيهاش عربي طبعا بس والله لطيفه هو المطور بتاع اللعبه دي عامل ايه ببلشر عامل ايه الناشر الاول نشر اللعبة دي عمل لعب كتير شكلها حلو تصدقوا هو اللي عمل انيمال ريسكيو محاكي لانقاذ الحيوانات اوكي عشان كده بعتن لي اوكي ربنا يوفقها الصراحه انا بحب الناس اللي بتدي فرصه للالعاب كده يعني عموما اتمنى يكون اللعبه عجبتكم واتمنى يكون الفيديو عجبكم لو عجبكم يا ريت تعملوا لايك تشتركوا في القناه مش تاكين وانا اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله سلام استاذ